السلام عليكم، معكم مواطن حمدي. فهم اخبار ديال هاد السيمانه. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والراحه وطول العمر ان شاء الله. بمناسبه رمضان، شركه سنترال دانون من بعد الاعتذار اللي خرجت به عاوتاني دارت واحد التصريح واحد اخر، واللي كتعتذر فيه وكطلب السماحه من الشعب المغربي، وكيقولوا بانهم داروا عروض في هذا رمضان هذا. بحال خديتي ربعه الحكاك ديال دانون غادي تاخذ حق فابور، وكيطلبوا السماحه من الشعب المغربي من القلب للقلب. ولكن الشعب المغربي باغين ينقصوا في الثمن وباغين من القلب الجيب. في الرباط في باب الحد كيتبين واحد الفيديو، واحد السيد غادي بالطوموبيله مسروقه ودايز من الطريق ديال الترامواي، والناس بزاف عرفتي كان يدهس كلشي، كان يرفس كلشي. لولا تدخل الامن اللي تدخل في اخر لحظه وشدوه، ولكن راه ما بغاش يهبط من الطوموبيله حتى جبدوا عليه السلاح. ايوا كون ما تدخلوش في اخر لحظه كره كتطرى كارثه. تحيه رجال الامن ديالنا. شوف الدار البيضاء وبالضبط في الولفة، بنت صغيرة عندها 4 سنين سميتها غزال، خرجت كتلعب حدا دارهم وغبرات 5 ايام ما عليها لا خبر لا والو. العائلة ديالهم ساكن غادي تسطاو، وتيديروا بزاف ديال الفيديوهات كيقولوا بانهم اللي شاف هاد البنت هادي يعيط لهم في النمرة ديالهم، وحتى الا كانت عنده غير يجيبها وراه ما يتابعوا لا قضائيا لا والو. والله يخليكم، اللي شاف هاد البنت هادي يتصل في هاد النمرة هادي. انا انا صفاء الخديري، ماما غزال هذيك البنيه اللي مضره. الله يرحم الوالدين اللي كيعرف شي معلومه، وبلا ما تلومونا الله يرحم الوالدين. شكرا لكم بزاف، راه ما تابعت شي واحد لا قضائيا، حنا بغينا نشوفوا غير الدريه وبغيناها تكون سالمه، وشكرا وسمحوا لينا بزاف. تبارك الله، اكثر من 10 ديال الفنانه مغاربه واللي غادي يديروا كليب جديد ديال المنتخب الوطني المغربي مونديال روسيا 2018، والكليب اللي سميتو كام ويكا. واتلا ماشي هي، ماشي هي، بلاتي قطع ويكام باك، ويكام باك. ونخليكم تشوفوا معنا الكواليس ديال هذا الكليب الجديد. هذه الميلودي مع واحد المجموعه من الفنانين اللي هما يعني متالقين وزوينين ومؤدبين وفنانه، ماشي اي فنانه. في روسيا 2018 ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا بالبلينه المغاربه كاع وكاع كلشي ديال الله. هو اهم حاجه هو اننا نوصلوا للجمهور واحد الميساج زوين، اننا تنبغيو الفريق ديالنا وحنا مع المغاربه تنشجعوا بصوت الشعب تنغنيو. كنا حتى حنايا هاد مروكو وي كوم باك، اغنيه زوينه بزاف عجبتني. كنقول كل الجمهور ديال المنبر المواطن، رمضان كريم، الصحه والسلامه ان شاء الله. كل ما كنتمناو وكنهني كل المغاربه وكل الوطن العربي برمضان كريم وعشر مبروك بالصحه والسلامه ان شاء الله. بزاف ديال الناس يكونوا مرمضنين في رمضان وبغينا نعرفوا اسباب ديال هاد المشاكل هادو، عليها جبنا الضيف ديالنا الزكرو مع عبد المجيد باش نعرفوا اسباب ديال هاد المشاكل هادو. الزكرو مع عبد المجيد، مرحبا بك. مرحبا. شكرا. قول لينا علاش تيكونوا الناس مرمضين في هذا رمضان هذا، علاش تيكونوا معصبين؟ واش القضيه فيها الجوع ولا البليه ولا شي حاجه اخرى حنا ما عارفينهاش؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، شنو غنقول لك؟ هذه القضيه ديال الطرمدينه راه غير اشاعه، راه ما كاينش طرمدينه بتاتا منعا كليا قطعا، راه ما كاينش هذه القضيه ديال الطرمدينه كاع، راه ما كاينش والو. لا سيدي، راه بزاف ديال الناس نشوفوهم تيتشابكوا في رمضان وتتكثر الشكايات بزاف في رمضان، خصوصا في رمضان راه تلقى شي ندابس ماشي. دابا تتكذبني، غتكذبني انا؟ قلت لك راه ما كاينش طرمدينه، ما كاينش طرمدينه. دابا شنو طلع لي الدم، طلع لي السكر؟ قلت لك راه ما كاينش طرمدينه، ما كاينش طرمدينه، بلا ما تقعد تبلل علينا هنايا. صافي قلت لك ما كاينش، ما كاينش. انا ما مرمضنتش، انا ما مرمضن ما والو، انا راه تنهضر معاك. واش تذكروا مع المجيد باينه طرمضنتي؟ ما مرمضنتش، كنت عصبتي. صافي صافي، شنو دير؟ تمال حتى لنا الخبر ديالنا، حتى لنا الخبر ديال السيمانه الجايه.